الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، النعمان بن مقرن المزني، نعمان بن مقرن: إن الإيمان بيوت وللنفاق بيوت، وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان. قالها عبد الله بن مسعود. صحابيين الذي لبعتناد وصحابيين لغو مقعاب النعمان ابن مقرن الرمزاني أها عبد الله ابن مسعود قال لك يوحى لقوري إنه يري إن للبيوت أما إن للإيمان بيوتا. إيمان كوحى إليه مالا ودقوه، وللنفاق بيوتا. نفاق نحو إلي هي قرية ودقو. وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان، ريا بني مقرن دار تودا وهالكو إيمانك ودقي، ودار كم إذا دارها إيمانك ودقي. ولقو سوغانيت إن ليرالي إيمان بادقي ديغانكا إيمانك قف ماهن، لكن ولا تجسيديني سي لو تلمامو إيمانك إنو يهمد مركا هالكا قندها ديكتي إهربقيي بلسد هالكا ديكن. إن قف لغو تلمامو إنو مؤمن يهي نفاقا وكفق يهي، ودرجة أقصى الرئيسي إلا جارو قف كسان أورادني. ابن أبي مليكة باوحي الوحان لكل مك أفرتن سحري بأن نكون بيوت من والبراء وكب قيء النفاق كله ونافق لماذا دم بكوي نقف وقلي لها مكة مجد ووح رنتي إن إلهي سبحانه وتعالى لغمان قال أي تهمر ولا هدي يجهر بر الدوادات كان وحا إلهي وقدر إن النقضان أناس موصوفون بالإيمان ضد إيمان كسفيسا. كانت قبيلة مزينة تتخذ منازلها قريبا من يثرب على الطريق الممتدة بين المدينة ومكة، بين المدينة ومكة. قبيلة لغمة مزينة وآه ذاتك وكسر جيده صحابي كمان تأمو كهل لأنه النعمان بن مقرن وحاق دقانيد ميل قلو المدينة المنورة قارهان وضرة اسكحرتا مدينة هي مكة هل كان سيد دقانايين. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد هاجر إلى المدينة، وجعلت أخباره تصل تباعا إلى مزينة مع الغادين والرائحين، فلا تسمع عنه إلا خيرا. مرهدي النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وهجروا دي الدبر مزينة ورق مسيح جنين ورمسيح جنين نوي لسعودين أخبار النبي صلى الله عليه وسلم سجوك تأه وحرير aan kala go' lahayn bay ugu soo dhacaysay. Maxaa yeelay dadka Madiina u socdana warkii bay gudbinayaan, dadka Maka u socdana warkii bay gudbinayaan. Marka qoliyaha iyagu markaa xagga u kalahay iyo kuwa soo carraabaya intu waxay ahaan fariinsiidayaal bay ahaayeen oo warka baahinaya gudbinayana. Marka reer Muzayna dad waxay ahaayeen nebiga sallallahu calayhi wasalam akhbaartiisi aada ugu dhuun dalooda. سأدرت درتيد فلا تسمع عنه إلا خيرا وحن خير هي مركة ما مقلين من بعد جوجا حقا كصوب بحي أم محمد لغو مقع عاب قرابة حريرية أفنت الشيغة وناك فرع انت أم بيدك القرية. وفي ذات عشية ما لين مع المحكمة ده جلس سيد القوم النعمان ابن مقرن المزني في ناديه مع إخوته ومشيخة قبيلته. من كان هذا أنه كهل لأنه وهو أها سيد قومه tolkiisi isaga oday u ahaa. Wuxuu fariistay halka uu dadka kula kulmo fagaaraha naadiga. Wuxuu la fariistay walaalihii iyo odayaashii tolka ayuu la fariistay. Faqaala lahum, hadal buu usoo jeediyey, wuxuu ku yidhi: yaa qowm, wallaahi maa calimnaa min can muxammadin ilaa khayran walaa samicnaa min dacwatihi ilaa marxamatan waxsaanan wacadlan famaa baalunaa nubtiu canhu wannaasu ilayhi yusricuun. هذا تلك يتهين نبي محمد وحن خير إن كمين المقلب
دعوديسنا وحن رحمة يوناج يعدالة دهن كمان النقلين حي نوغو عن مركة إن آنو كراغنو هل كدتك كالي ودك دقيان والله ولا ترتمي دتك ودن بحقها ساعة لو ودا فردضي لو ودا عرري ولو دك دقي إنك نوحد نو داولي إن آنو عقا جيدي نمحان نوغو عن بوير شركة نوا شر دك دقا وقضياشي غيرك الأقول الشرق وحال لغا شريع جندها محان وكيلنا دعوذا حقا اي حقا اي نوقد بيسمالي والبرا اخبار تيدن اي نوسى قنين محان وكيلنا ثم اتبع يقول هذا في صغر سيوة وحيري اما انا فقد عزمت على ان اغدو عليه انا وسهدانا هاي اوضاقي غيرك النعمان المقر مقر هدانا هاي انا وقعان كي يقول بربي انا فك الله اذا اصبحت مركان وابريس تبان فك الله دون فمن شاء منكم ان يكون معي فليتجهز عدي دياره إني أنا يعني أهلده أما قفكي الربعين أراعه هاد ديار قروب لكن أنا هدانا هاي سيد القوم قان كي يقولوا ياي بري بينا فك الله أو مركو واجب بري بينا أني سجي مويانا النبي صلى الله عليه وسلم هلكي هلكي وجوب إنا هذا وكأنما مست كلمات النعمان وترا أما وترا مرهفا في نفوس القوم وحبد مودام مركز كلمة دا وماشا وكيري سيد القوم أن مال ابن مقر إني مال دبع سن أو مال أنك أبهرتي سيف في عم بيقطارت سامين تيدي لهي كلمة وتر لغة العربية حل عليك سيدا مركي كلمة دو أي تأثير لها سامين لها بقى مركي ويد الله شيء وكسا موبه وأي قبصته إشاك أدن يسبدله وكلمة دو مال أي كتابت وما إشاك كده هلا دهار كابو مال بو إكتابت سيبو إي سامي هدبا كلمة دو مركة وحايا هاي سي مرهفة وماشي ديليكسي انجلش كي استعماله يعني سي دقيقة بين نمكا أقارتي كلمة دي فما أن طلع الصباح حتى وجد إخوته العشرة صبح مركة لقاري واقو بري ولا على الله ده الشيء ويلا الإساق الله ده شو الطوانية أهنا وطوان قاري نوابة ديار وأربعمائة فارس من فرسان مزينة يأفر بقول قد قال يهنأ فردولي أهنا ورم وزين انواع ديار يعني بمعنى ما دام يجا الاسره اسره دي حكومه يسي اما سيد اها اي اي اهاين طبعا دشان انواع ديار افر بقول عيد انواع ديار قد جهزوا انفسهم للمضي معه الى يثرب للقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه والدخول في دين الله وحيو تابو شي سن مكه ان لا بقولان ولا الكر وهلكا المدينه المنوره اللي اادو وجيكا دقائق ونوحي هاي النبي قال الله كلمه كدين الدين كان لشيقي مركا إن لقل دين الله جل وعلا مركا هو يتباب الشيستان إن كان نفعه عنين كلمة له كلمة دي سنة الله مقله عيد مركا كهرت مركا من الجيل بيد أن النعمان استحى أن يفيد مع هذا الجمع الحاشد على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحمل له المسلمين شيئا في يده لكن النعمان وحد مودا سيئون إنه وقا حشاضي إن يو عيد عيدا أما عدد كان لأك أو ترانا لأك طبعا إساق الله بشيء شيء أفر بقل أو عيدنا إن النبي قلت كان يو حد يد أنا أوذن يو أنا أوذن أفر مرن إن النبي قلت كان تاسع فقعد بتي ولكن السنة السنة الشهباء المدية التي مرت بها مزينة لم تترك لها ضرعا ولا زرعا هسأها تي لك الجراوح وأهم أبار درنبا كتمت ريمو زينة أورنتي دلق إيو دنيا ومركا إزدوا مريسي وحبا أنا أريبي ضدكو مركا وضد هدين نقول لهم حوالي هنا ما أنت يعني وقت يوحى الوجرة أبارة هدين نقول لهم دلقين أبار بها الوجرة رواب مدئين وحنا أمصوا بحين مركا إيا قابل حالات دو حالات أيتها مركا قف أما ضد مركا أبار كجرة إني هدين كفا كران إني معركتي هديين انت على النبي محمد هدي طبعا مو جيد له النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقل انت ان قادو حقا وي ادكاتي قام بوقات ما كان الرجو هاي فطاف النعمان ببيتي وبيت اخوتي وكوري غريسا يغريها ولا له اذن وجمع كل ما القاه لهم قحط من غنيمات وحل وحي اريا oo kasoo haray abaartu ay baajiso aanay waxyeelo gaarsiin horta uu soo ururiyay wasaaqaha amaama kadibna wadadu markaa uu soo dhigay yani macna uu soo kaxiyay wa qadama biha ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam
نبيه ولا يمد وأعلن هو من معه إسلامه بين يديه السيء أنت لا سعتبر وأن لك الحرن وهل مر هل مر بشهادتين قاتل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرجنين كلمة ير ويري بوحي بد الشيء رأيك لم يبد الشيء مركب محمد الله رأينا كلمة دي أهيد قفل بابا أود باكو جستا نوعي دون طبعا نقطة أود وحي نقوان كرتا أود أقوانات أود وحي نقوان كرتا ميد يدو هانتياد وإلهي بحوالا كسي أود وحي نقوان كرتا أود يدو كرسي إمام والأدوغ أدهيسي مالون با إلهي سبحانه وتعالى كو شرفي وحالا رابع مركة إسلام في خدمة دو باهاية داد كده وحي مدى مركة إسلام كان لغا حدلو إسلام كان لغا خدمة إني وضب وفتوان ويا أما خطبة جيدين تامة وحالا لغا يابا إنت إسلام كان لغا قبان إنت أوير بإني نقطة لكن إسلام كو عود باهاية هاي روح هنتيله وهنتيجيسة مركة إدباتة تيمادة ومضى كفرته إسلام كو عود باهاية قف قرار له ومركة حالة دو يجب نقطه مسكح جيسي عقلي جيسي حكالة فردانية إسلام كو عود باهاية هاي قف أقوانتي مادية له ومرك مسلمين تدم اون سي اي مركا اوغا جلع سيهين سو قاده او سو كبا زان كو باهن يا قف بوتيري باور له امام الهيسا اي كلمه ديسا سو احترس اسلام كو باهن او دقمات كلمه ديسا نوعا ما مال مرس اسلام كو باهن ان عسكري او عسكري نيميس اسلام كو باهن ان دن يرى او اسو مركا دور كيسا غوت بمعنى قف كستو ان نغا نغا مين الى سبحانه وتعالى او سي اود جارو سي وعانا مسؤول أن كان هاي مال كمدة مالها إسلام أما الباب كمدة باب الإسلام مركب قفكي الباب كي سأل سؤال جبا حول غصف وقره وإيساقه أنكري هذه حاجة نلو غي ماذا مامولك بلاد مامولك إنو قبل سن أو كرسي كوفة دي دا مسؤول الدولة دي إنو ماموشا أي وزيرة دي أهي على قفصانة هذه لو نغي ماذا حاجة أقوانتر رقب في الصورة دا أي دكاترة دا أي علمي إلهي براء إلهي ويدين دونا داير حق الهدين ولا قبي من داير تال ويدين دونا حق الدمر كهدي لأنه قبي من حق الدمر كلا ويدين دونا مركة كل على ثغرة نو مال بو مركة تاعين هدبا النعمان النقرن كلمة بو أو ذي إنه ماشي وكي له سامين تيد أنا وايل هاي نفوذ كيرن وايل هاي واتن ما أنت عدد كأنت عليك ورام زينة نبي جهرف ليه قارني بنيه إسلام ليه دين تينا مركة سيتها مركة أمر حبيسيني اهتزت يثرب من أقصاها إلى أقصاها فرحا بفرحا بالنعمان بن مقر وصحبه مديون ودم بأس لك جريرتي يوآد يعني ضرف إلا ضعل يوآد لو فرح تاني إنه نك النعمان أوصو إسلام إذ لم يسبق لبيت بيوت العرب أن أسلم منه 11 أخا من أب واحد ومعهم 400 فارس مدعين قري خير خيرها عربات كمدة إنه كسو إسلام إن كو يتوان ووضع لا شيء وهل رير كسو وذا جيدة أو إسكو أبا إسكو هوي أهل مروا الإسلام لي لهم مقلين وإيوه اللي ده حدنا حكو درتا أفر بقل ومركا دقالي هنا ورقي مركا فردفول كأوقع بسناء إنه سوقر ديبتان وإلهان أشهد أن لا إله الله مركا لي تامد عيد أرقا مركا وحاقو معادلة دي مدينة يقول ابن عصب وكسو كدي مرك آد بفرحين خبر كنوح النغض خبر آد يد بها أو شاع وصر الرسول الكريم بإسلام النعمان النعمان أبلغ الصور رسول صلى الله عليه وسلم فرحتي ودريت برنتي فرحي مركو مغلين النعمان بإسلامه وتقبل الله عز وجل جل وعز ونيماتي وأنزل الله فيه قرآنا أرجع ير ويري أنت مبا يربح نربح ذا وأنا صدق قيسان كرنا أما النبي هديد وقين كرنا إنتي إله وكر أقبل قرآن وكسو الدقي قرآن كسو الدقي من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم إلى يوفي الرهمي جوحا كمدوا ضد مؤمنين وإلهي إيمان كالضمضب الرمي وحال لو وحي اي بحينا يان او صدقات انا كد يغان اي وحي الهي او قد وادان ايه وح لو قد عسى النبي صلى الله عليه وسلم دعاديس مركاسو الهي وحيري الا هيا برارو جاء انها قربة لهم وقرب ووحي الهي او قد وانا يان سيدخلهم الله في رحمته الهي وان حريسي سجلين دونا ان الله غفور رحيم الهي نواليه دم داب بغا مركا سيدا جاركا لو اماني اما سيدا جاركا مركي لو اماني ران النعمان يتوكا وكسو جيدو
waxaa jira laba qol oo si ba'an iyagoo loo haydartay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u ceebay isla suuraddii isla siyaaqii oo ilaahay wuxuu leeyahay min al-acraabi man yattakhidu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir. Acraabta waxaa ka mid ah reer miyiga qolo waxa ay bixinayaan ay u bixiyaan si marka inay idinka inay idin marka idin qaameeyaan oo idin dilmeeyaan wa fi nafsi alwaqtina marwalba xarashka idiin hayo idinla sugay jabkiina jabkiinana ka wardhowray bimacnaa sugay oo mar waa la jabin doonaa maxamed wuu dhiman doonaa kuwan way jira isla siyaaqa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay jalla wacala ومن أهل الوحي تلمامنا جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. أعراب توحى كم إذا كو كفر يقوله أو ضفير أو إلى سبحانه وتعالى في سودجي هذانا إسل السياق من أهل مدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذانا وحلت التلمام قالوا هم مدينة منافقين قالوا أنت صلّم بالله قال صلّح بحي مركز إلهي في الكشاب inay yihiin mu'miniin inuu ilaahay uu kuu qiro oo uu kuu shaabadeeyo oo timbaraha kala duldhaco ku yidhahdo mu'min baa taa billahi walyowmi alaakhir reer dhanna lagu sheego gaar ahaan uu nicmaan iyo reerkaas uu isagu ka soo jeedo iyo 400 uu helido darajatan ugu sarreysa in la gaaro ilmihim in dawa nicmaan min muqirdin taxta raayati rasuuli illahi sal allahu alayhi wasalam wa shahida macahu ghazawaatihi kullaha ghayra waanin walaa muqasir laga bilaabo maalinta uu shahaadateynka uu ula yimid waxa uu ku biiray ciidanka muslimiinta waxa uu hoos harsanayay bandiirada iyo calanka ay sitaan ama ay sitaan ciidanka dadka muslimiinta ah oo dagaalada ku jira ma jirin ghazwo duulaan nebiga uu galay ilaa wuu taagnaa weligii kama daahin kamana gaabin kayrawaan lugada carabiga waxa weye ghayra mutaraakhin calaqal xitaa kama luga jiidin walaa muqasir mana gaabin wuu taagnaa ولما الا وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولما آلت الخلافه الى الصديق مركي النبي انتو دنتي كدب خلافه اي كسو وريت ابو بكر رضي الله عنه وارضاهنا وقف معه هو وقومه من بني مزينه وقفه حازمه كان لها اثرها كان لها اثر كبير في القضاء على فتنه الرده وحا اي لصفتين اسي تلكي ران مزينه ابو بكر رضي الله عنه كنتي موقف رنتي جوان له وحكو أول له بي مالين كاسو إلي مادين سامين وين كلها إسيدي لغاقة تخلص لها في النادي إيض مركة سوشع بحضايا هاي الردة دور جلو حمقشة كأن مركة النبي قبير يوضي صلى الله عليه وسلم خلافة دانا أولو ريقة أبو بكر إن دفر فربضانو إيه ردوبين ودين تأساق الله بتاعه دور مقالة مويان مكة إيه مدينة إيه طائف دكي دكينا مركة لغا صور ريبه dad badan baa ridoobay oo arkay xitaa zakada ay bixin jireen inay canshuur tahay iyo baad laga qaaday kadibna ay yidhaahdeen innagu waxba ma bixin doono ku gacan saareen waxaan soo tilmaanay in abubakar uu yidhi wallaahi low manacuuna ciqaalan kaanuu yaduuna lirasuulilahi sal allahu alayhi wasalam diinka haddaad ciyaar ciyaar moodaan buu yidhi haddaad joojisaan ood iga hakisaan wax yar aad nebiga sal ri mirig yar amaba ama ri yar amaba xarig yar inta lagu fasiraado xarigga ilan ciqaal iyo cinaaq labadood marka waa la tilmaamaa haddaad joojisaan ood la gambataanood aydan keenin dagaal baan idinkeli waa tan yidhi waa tii dagaal baanu la galay waa tii musaylima ibn kadaab khabarkiisii la keenay waa tii 4 gees dadkii aada u dagaalamay sida baan u dagaalamay wadaraha muujiyey goobihii kala duwanaa ee dagaalada uu ka dhacay waxaa ka mid ahaa tolkan uu ka soo jeedo ninka lagu magacaabo annucmaan ibn mugiram radiallahu anhu ardaahu oo reer muzayna kelimada maalinka oo meesha uu ka yidhi uu yidhi wardada waan daasannahay ummaddi kalena khalaas way ka faa'iideysteen iimaanka kelmadda maanta waxay keentay islaamkii inuu kusoo biiro inay kusoo biiraan ciidanka kan culus ee maanta waxtara walamaa saarat alkhilaafatu ila alfaaruq markii abubakarna uu dhintay oo ilaahay uu raajiyay cumrigiisa dheereeyey oo uu halaalay khilaafadii cumar bn khaaabna kaana linucmaan ibn muqirin fii cahdi sha'nu maa yazaalu ataariikhu yadkuruh bilisaani nadiy bilxamdi ratiibin bithanaa ila alaan taariikhdana markii uu cumar bin khadaab waqtigiisa markii lasoo gaarana annucmaan haddana wacdigiisii sha'ni kale usoo baxa oo taariikhdu ila alaan ay xusayso maxay ku xusaysa bilisaani nadii carab isagoo ku dhadaysan bilxamdi ilaahay u mahadnaqo ratiibin bithanaa qoyan oo ilaahay mahadiisa in loo mahadnaqo ku qoyan bimacnaa wuxuu leeyahy ila alaan taariikhdu weli way xusaysaa saad ogtihiin marka la joogay fii cahd cahdi abi bakr radi allahu canhu xarbu ridda
ayaa aad loo tilmaamaa oo ah waxyaabihii Abubakar wax ka qabtay. Marka la joogo waqtiga Cumar bin Khataab, marka la joogo xarb Qaadisiya la tilmaamo, fa qubayla Qaadisiya, dagaalkii Qaadisiya intuusan dhicin ka hor, arsala Sacd ibn Abi Waqaas qaa'idu juyuush almuslimiin wafdan ila Kisra yazdijar, hogaamiyaha ama abaanduulaha ciidanka muslimiinta ee dagaalkii marka lala galay amaba ka dhacay xagga ay Qaadisiya ee ahaa Sacd ibn Abi Waqaas baa wuxuu diray wafdi ku socda ama ku wajahan xagga iyo ninka lagu magacaabay Kisra yazdijar. Wafdigii hogaaminaya biri'aasati Nucmaan ibn Muqirin, waxaa hogaaminaya saxaabiga maanta aanu la noolnahay ee lagu magacaabo Nucmaan ibn Muqirin, yadcuhu ila alislaam, inuu islaamka marka ugu yaro, bimacna marka kanna marka way dhaaftay, markii hore heer waxay ahayd local baa ahayd isagii tolkii, hadda international buu fakaraya, wuxuu fakarayaa inuu xuduudda juqraafiga u dhaafo, geographical boundaries oo dhan uu ka tallaabay, wuxuu gudbiya ummada kale u gudbaya. Wuxuu marka kan hadda ogow casriga nebigu noola, waa la soo gudbay kii Abubakar buu noola, kii Cumar buu noola, intaana waa oday runtii mar walbaba cimaamadiisa u sita diintan subax ugu qaban lahaa. Haddaba walamaa balagu caasimata Kisra fi lmadaayin, waxay socdaanba markay gaareen magaalada caasimada oo ah Kisra oo almadaa'ina, ista'danuu bidukhuuli calayhi faadina lahum, odaygii meesha ninkii maalka joogay ayay waxay weydiisteen, idan oo makuu imaanaayo soo dhawaado wey, uma daca turjumaana faqaala lahum, maadaama odayga Kisra uu nin luga kale ku hadla uu yahay, aanu carabiga aanu ku hadlin, wuxuu u yeertay muturjim u kala turjuma isaga iyo cidda u iman doonta ee rabta inay la hadasho. Faqaala lahu, waxaa hadlaya marka Kisra yasdujar baa hadlaya, wuxuu yidhi salhum, nimankan carabta waxaad u weydiisaa, ma aladii jaa bikum ilaa diyaarina wa aqraakum bigazwina, horta maxaa idin keenay deegaankeenna, maxaa idin keenay diyaarteenna, maxaa idin keenay, maxaa idinku dhiiriyey inaad annaga nagu soo duushaan, su-aasha horta ii weydiiyey. Wuxuu raaciyey lacallakum tamictum bina wajtara'tum calayna liannana tashaagalna cankum, waxaa laga yaabaa waxaan guriga idin soo geliyey damaca ballaaran idin soo geliyey wax kale maaha oo dhiiranaantaan idinku beeray, annaga idinka mashquulnay, walam nasha an nabtasha bikum, shaqana idinkamaynan qaban, walaakiin haddii aan idin ciqaabi lahayn oo idin layn lahayn oo dagaalla joogta idinku wadi lahayn, hawshaas maanta yani faraaq umaydan heshen, laakiin annaga dowrkaynii gabnay buu leeyahy. Faltafata Nucmaan ibn Muqirin ila man maahu, Nucmaan marka waa hogaamiye wafdiga isagaa delegationkii ah leaderki ah oo hogaaminaya, qoladii la socotay buu saa umilay, sida wuxuu yidhi qaal in shi'tum ajabtuhu cankum wa in shaa axadun aw axadukum an yatakallama aathartu bilkalaam, haddaad rabtaan ninkan anaa u jawaabaya buu, haddiise idinku jiro qof raba inuu hadlo hadalka waan siinaya buu, kusoo dhowo. Faqaluu bal takallam, waxay yidhi may adiga nahad. Thuma iltafatuu ilaa Kisra, ninkii Kisra yusdajar bay la hadleen, waqaal waxay yidhi hada rajul, yaa la hadlaya qoladii la socotay, hada rajul yatakallam bilisaanina fastamic ilaa ma yaquul, ninkan baa afhayaan inoo ah oo inaga ina mathalaya dhagayso, ay ku leeyihiin Kisra yusdajar. Nucmaan ibn Muqirin hadalkuu bilowday faxamida Nucmaan ibn Muqirin athna caleyh, فحمد النعمان الله أثنى عليه إلهي ومهنقي أمانينا وصلى على نبيه وسلم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله انت لغب الله وكب الله. ثم قال مركو حمد الذي الصلاة على النبي وكذا ما يحيل إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به أضاننا هي مسلمين إلهي ونون حريصي مرهدون وصد الرسول خير كإن تصيه إن فرنا ويعرفنا الشر وينهانا عنه شرطنا إن برا وحيتهي فرط إن وفيق إسلام كان نقرر ووعدنا أن أجبناه وإن أجبناه إلى ما دعانا إليه أن يعطينا خيري الدنيا والآخرة ربيح إنه يروهي هدان أجيبن رسول كإن وغيري إنه إلى إن سيه أدوني آخر خير كيل إنت مركو مريم ويقول مرك هذا الكوسي وذا فما هو إلا قليل حتى بدل الله ضيقنا سعة إلهي وحو قد ربوي رسول كان مركو ليمي عريري أن دريمين إلهي واسع منه نغو بدل وذلتنا عزة قلنا ماذي أن كدنا قبل نمو إلهي نغو بدل
وعداوتنا إخاء ورحمة إزديد كيجي عدو تنمدي نجد حيسي علادي نجد حيسنا إله ولا التنمدي رحمة بنا بدل اللي القرآن يقول إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ضد إسحاق حكته والضياع البقال يجوع السنة الصعدة أو الضباب ديرادا كلا جوع لهين أو كي هذا بشوه أنا قاد نقضه هو كهلك أو كسي قاد قادنا يقول ليها أبه أوه بمو آريا تساسي هاي وقد أمرنا أن ندعو الناس إلى ما فيه خيرهم وأن نبدأ بمن يجاورنا إلهي ما نفر أم روحنا نفر رسولك صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى إن ذلك خيرك ويرنا ذلك درس كنا لا أهنا إن نقبل الله نمرك فنحن ندعوكم إلى الدخول في ديننا إن واحد يكون يرينا إن دينك نصلك شان وهو دين حسن الحسن والدين وحن وناكسن وناكدي كله وحض عليه ذلك الكبري وكجبابي وقبح القبيح كله وحذر منه وحي حنة إنه حنية هيئة المامديكة كمون النقادي وهو ينقل معتنقيه من ظلام الكفر وجوره إلى نور الإيمان وعليه عدة دينك كان قبصته اعتناق قصم شيء أقبشول اعتنق الإسلام أي أقبلوا وعكسار يا قد عرض كفرك إيوه جورك كفرك ظلمك هلك كجره وهنا أصار يا إيمانك أما نور الإيمان يعدل ديس وعرف فإن أجبتمونا ولهذا كيساك وتكمدعين إلى الإسلام يقول فإن أجبتمونا إلى الإسلام إسلام كان كبيرين هذا النجاة جيبتان خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناه وأقمناكم عليه وحن إن كجتنا كتاب إلهي كيساك أن مركا إنكو إنكو أوغينا على أن تحكم بأحكامه لكن وحا شرط دي إن الأحكام تقرانك وحن بارسان دي ذاتك أكو حكمتان ورجعنا عنكم وتركناكم وشأنكم وأنا إسك الله بانينا هل كانوا كانوا يبدأ كل الله بانينا إذن كي شأن يجينا فرهم كبحنينا فإن أبيتم الدخول بولي في دين الله حداس الديدان إن الدين كي إلهي صغر شان أخذنا منكم الجزية وحميناكم وحن إنك قادنا عن شورة اللي قادي أفك دولة الإسلام كهوشي ماذا مامل كيسة أما مامل كدولة الإسلام كهوس نور إلى الله كرر ساسو كلا إذن إلى لنا فإن أبيتم إعطاء الجزية حاربناكم هذا ديدان عن شرطة أنا بحسان تقال بعد اللي قلينا وهل نن ومي كيمت قروب كلاوتا كحيستي ما الحضارة أي حول أي كجب تأوي لكن وحا نكا كان مشين با كجر جيس النمو إمام بو إمام بو لك رأي إمام بو له رأي إمام با هرتاك وحا ولا ما وحا حالي إساق ما حالي وحا حالي إيمان كي با حالي جزية دو مركة وحاج جلا إسلام كو حوق قادا سدح شيء أي إسلام كو قادا وحلو يقان الجزية وحلو يقان الضريبة وحلو يقان الزكاة يميد إيد أوبشنال أو سكا صدقاء صدقاء إيد وشي أوبشنال أمر بيها مع بحين لكن سدح بقول ميمس زكاة وحلقة قادت كمسلمين تا زكاة وحلقة قادت كمسلمين تا ضريبة نوع عن شورت الدولة الإسلام ك ويتأورين كرت قادت كعن شور سي مركا المرافق العامة قادت كحيالها وباهين وكذا والدوين كلو قولي سو مدارس كلو قولي سو جامعات كلو قولي سو وما ذكر ولا بحياة سي وحلا وقت قيت سدحات جزية لكم كعبا جزية وحلقة قادها قادت كأنا مسلمين تاعين الدولة الإسلام كوها صنور ما حالا لين كان مسلم كاوحو بحي زكو بحي كان نوائن وح بحيو سي مركا لو دفاعه هدي لصوره أمان كيسا وحا سوغي دولة الإسلام كوها سوغي سا هدي دباتا لقارسيو أمان كيسا وحا سوغي دولة الإسلام كوها مركا طوى مقابل جزيتين إلهي القرآن كوني حتى يعطوا الجزية عن يد وهم سابرون مركو قرآن كتلام عنها جزيدا مركا ويجيي واتن مركا لتلمامه وأنا ماشي هالق أي أورينتاليسي بومبونيان الإسلامي ستيت يو وحاجة جرا بعد بعد جبت مركز إليهن سأودي جن معها تفاصيل ربما هي جالت لكن جزيدا بويري تاسا إن كقادة إنا فرهم كقادة جزيد وادي دين سوما إسلام وادي دين سوما ده قال بنجل قلنا فاستشاط يزدج غضبا وغيظا مما سمعنا نك يزدج رها وح الله وري عرب إذا قدام بق رونتك على قادة وغيظا مما سمع من روح مغلي بؤادي العرق حناق وكذا قال مرك وقال وحر إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منك ولا أقل عددا ولا أشد فرقة ولا أسوأ حالا أنه أنت إنك أقام بالعرب ذاتهم
ummad idinka liidata oo idinka tiro yar oo idinka khilaaf badan oo idinka xaalad xun weligii ma arkin buu yidhi. Wqad kunna nakilu amrakum ila wilaati اdawaaxi fayakhuduuna lana aلطaacaةa minkum, arrinkiina innagu maamulkiina xitaa waqti umaynan hayn. Dadka oo maaragtay dulaadka degan aanu wakiilada ka dhigana kuwaasaanu arrinkiina idinkala hadli jirnay, kuwaasaanu la hadli jirnay, aanu dhihi jirnay dadkan inay loyal noo yihiin noo soo sheegay. Uma khafafa shay'a min xiddatihi, markuu cabaa meesha maray uu carooda u yidhi nag uu ka dhigo dhulka uu mari waxaa tihiin malahan iyo dad saasaa tihiin oo ilatrid baa tihiin omi baa tihiin waxay carabu ay yihiin markuu ku sheegay kadib buu cabaar isqabta. Haddana uma khafafa shay'a min xiddatihi, xaradii xoogaa way ka degtay, wuu tartiibiyey. Markaasu wuxuu yidhi fain kaanat alxaajatu hiya alatii dafacatkum ila almajii ilayna, haddii ay tahay dan iyo gaajo dhib inan haystay iyo faqri hadduu yahay waxa meeshan idin keenay, amarnaa lakum biquut, waxaad cuntaan baanu idin diyaarinayna, ilaa an tuksiba diyaarukum, ilaa ay daartiinu iyo deegaanadiinu abaarta ay ka baxaano ay ka doogoobaan. Wakasawnaa saadatakum, dadka odayaashiina ahna waanu marashaynaynaa, waanu aratirayna waxa waxay u baahan yihin baanu siinayna. Wawujuuha qowmikum, iyo dadka horjoogayaasha idiina, wamallaknaa calaykum milkan min qibalina yarfuqu bikum, waxaa kaloo idiin keenaynaa maamul markaa idiin dhimriya oo danihiina sida gaarka u wada. Haddaa ay tahay gaajo, haddii meesha idin keentay annagu diyaar waxaan u nahay in aanu la tacaalno, waxaan diyaar u nahay gacmaha inaan idiin fidinno. Wuxuu bedelay markii horena dabcan wuu isqaban waayey, waxa wixii qalbigiisa ku jiro soo tufay, laakiin marka dambe wuxuu adeegsaday diblomaasiyadiyadoo xooga hadalku marka dambeeyey. Faradda calayhi rajul min alwafdi raddan ashcala naara ghadabi min jadiid, nin wafdigii ka mid a marka hore hadalka waxaa loo daayey microfonka inuu haysta ehed annimaan ibn mughni soom, nin wafdigii ka mid a isayn waaye, markaasuu jawaab meesha ka soo tuuray, jawaab kale oo keentay inuu dib dambe haddana caradii mar dambe ay karaar cusub u gasho uu carooda ninkii boqorta ah. Markuu carooday kadib buu wuxuu ugu jawaabay ninka, dabcan hadal culus buu yidhi aan meesha lagu sheegin, laakiin yazdajur dib dambe u jawaabay, wuxuu yidhi lowla anna rusula laa tuqtal laqataltukum, haddii dadka rususha ah agentiska lasoo dirto ee wufuudda runtii ilan wafdiyadu qofka waafidka ah lama taaban jirin, haddii yani lama dilan mooyaan waa idinlayn lahaa buu yidhi, cidna kama tagan buu yidhi. Quumuu buu yidhi falaysa lakum cindii shay, falaysa lakum shayun cindii, iga tagan buu yidhi, waxaan idin siinay mala. Wa akhbiru qaa'idakum annii mursilun ilayhi rustum, hogaamiyaha idin soo diran waxaad wargelisaan u sheegtaan waxaan usoo diri doonaa ninkii rustum ahaa. Rustum waa ninka ciidanka jeishka furs oo persian leaderkii weyo, hogaamiyihi, xataa yadfinahu wayadfinakum macan fii qandaqi alqaadisiya, si markaa ninka hogaamiyaha idiin ah iyo idinkoo dhanba hal meel laydinku wada xabaalo, khandaqa lagu magacaabo alqaadisiya, halkaasay xabaashii noqon doontaa. Shilina idin siin maayo, albaabkiina ka baxa. Dabcan waa nin marka istusay markiiba inuu adkaan doono, wuxuu markiiba istusay filin ah in qaa'idul muslimiin sacd ibn muqaasna la dilay, ciidankii la socday la dilay, dhammaantood halkaa iyo alqaadisiya khandaqeedi xabaal logaga dhigay halkaa lagu xabaalo. Intaa markuu yidhi kadib, uma amara fa utiya lahu bixamli turaabin, wuxuu yidhi waxaad ii keentaan kiish oo ciida. وقال لرجاله تبكي ما شفت يروح وكيري حملوه على أشرف هؤلاء وسوقوه أمامكم على مرأة من الناس وحدوش كسر تامبي ضد كان إيه من كودة وشرفت بضن سيئة وشو أركان بي دوش كسر بي كدبنا كحاية أوه ضدكو أركي هرمرية نينك كان أعيد مكة مضح كسي توامنا عمر رغي إن قفك للدلين حتى يخرج من أبواب عاصمة ملكنا إلا أي كبحان halka caasimadeenna ah oo albaabka halkaa ilaa u dhaafaan albaabka. Marka ciidda marka waxay muujinaysaa ninkii dhamaa hogaamiyaha ahaa oo noocama si loo dulleystay oo la bahdalay, ciidna madaxa laga saaray. Faqaala lwafdi man ashrafakum, wafdigu kusoo jeesay wuxuu yidhi yaa oday inaan kugu sharaf badan. Fabaadara ilayhi caasim bn camr, caasim baa wuxuu yidhi ana aniga ii diiyo. Marka caasim wuxuu diidaya annicmaan ibn muqirin iyo dadka lamidka ah in markaa ciid madax laga saaro, wuxuu yidhi aniga ii daayo. فحملوه عليه حتى خرج من المدائن دش على قصار عيدي كيش عيد دش كسيدا
إلا وكبح عاصمة دي مداي ثم حمله على ناقته وأخذه معه لسعد بن وقاص مركاسو مركي مقالة دي وكبح وهذا هشي سي ساقوري جي وكيش كي ساري إلا كتغين قائد المسلمين سعد بن وقاص وبشره بأن الله سيفتح على المسلمين ديار الفرس ويملكهم تراب أرضهم مركي بدنك لا يورغو وحيرتن بشاري سيدة تابي بشارة وحيتها إن الله سبحانه وتعالى إنه فرد دون هذان مسلمين هاي ده ديار الفرس لمن كي فرصة ويمل إن مرك إله سبحانه وتعالى دول كودنا إنك جعنت إنه قل إن دوني موجين إسا عيد نوحي موجين إسا وأدل السود دي ويقولين عيد نوحي سنبال قوتها هاي إن العيد دو كود دردورين دون ما ممكن أن لو ريق دون دول كود حكوم دون إنك أنو جعن سرين دون ليبت أنو سوهي دون تاسي موجين إسا بي سكالي بمرك أفسرتين ثم وقعت معركة القادسية وابتن دغالكي قادسية يا دعي واكتظ خندقها قدكي وحلعي تومي بجثة في آلاف القتلى كمانان أو ضد للايئة دغالك مركو دعي كدب طبعا مركي وصول قابين عن حالي وأن صام مرتع دور جاب ودعي وحاد يهنتي أدبال الله دغال لما شهده فرب بضان بعد انتو مسلمين نمكا كرانا وحاكد ان دد آدياد بضان مركا مركي بمركة دغالك ودعي إلهي وحق الدري قد كي أولها هل كاسان إنكو حوالي دوننا إذنك إيقائد كيني هجامين إنو بخندقي لعيري تومي ولبوح سمي جثث الآلاف القتلى يعني إنتا صوكمانان أو ضبل اللايئة ميت كودي ولكنهم لم يكونوا من جد المسلمين لكن ذاتك اللي مسلمين معهم وإنما كانوا من جنود كسرى وعيدا كيس شالا نروح لها أنها إذن دوننا ما أنت إلهي وحق قدره dadka walaha halkaas lagu xabaali doona inay dadkiisa noqdaan in ciidankiisa noqdaan lam taskun aw yastakin al furus li hazimat al qadisiyya ra furus wa bershanki runti umay sumayan diibin uman nuglan jabki kaso gaar xaga qadisiyya halka isuma diibin badanaan waa lagu yaqaan markii badal qalada ugu dibootan waxa kale isoo agaasimay fajamu jumu'ahum dadki bay ururiyeen wajayshu juyushan ciidan koodan heegan kay geliyeen حتى اكتمل لهم 150 ألفا من أشداء المقاتلين وقال الله بلا رمبا لقرأ يكعن كدبنا وحماش يسوي مد إن جاري سبقل يكونتن كن وآه إذا ما ذكور ودردرا مركا برعون تآه هل كاسا لسوه كان قد ضمن التريقة فلما وقف الفاروق على أخبار هذا الحج العظيم عمر خضامر كيسوه جارتي نمان كيشال اللي بيدي بالقادسية dib dambe u soo ragal celiyeeno wa isab bahistan iyaga huwana oo boqol iyo konton kun gaareena way dagaal dagaalkii bay soo galeen maxaa laga yeelan warka markuu soo gaaray azama ala an yamdi ila muwajahati hada al khatar al kabir bi nafsi wuxuu go'aan ku qaatay inuu isaga la sadahantiisa oo qayb u ka noqdo sidii marka uu waajihi lahaa khatartan weyn isoo foosaartay walakin wujuha al muslimina thanu an dhalik laakin nimanka odayaasha ahaa ee muslimiinta walbiyo ayaa ka u diiday xamar waxa dadku ma bixisay laakiin isagu wuxuu ku xigay go'aankiisu wuxuu ahaa inuu san harin oo safka hore u galo wa asharu alayhi an yursala qaidan yu'tamadu alayhi fi mithl hadha al-amr al-jalil fi mithl hadha al-amr al-jalil markaas wuxuu yiraahdeen waxay kula taliyeen in uu magacaabo nin kale hoggaamiye ah oo arrinka kan dusha laga saari ka laguna kolsoonaan kara xaaladan dhiqda ah ee runtii aad iyo aad u adag nin kale ka bixi kara loo dhiibo laakiin adiga amir al-mu'miniin ma dhaqaaqaysa halkaagii rubtaada joog فقال عمر مركو أشير على برجل لوليه ذلك الثغر هذا إيت الماما من آن فرنتا أديبه فرنتا دقال كليب جلي دون يان أديبا محد ولا تلين له ذين فقالوا أنت أعلم بجندك يا أمير المؤمنين هذا أنا جاي قان أيضا كالي أمير المؤمنين بل أديك القرآن كقال قال الحر والله فقال والله لأولين على جند المسلمين رجل يكون إذا التقى الجمعان أسبق من الأسنة هو النعمان بن مقرن المزني وحان والله ودي با ورعينك ابان دولا او غير دغيا نين هدي لبدا كوخود اي كور كسا اسو سهران دغالكا او بلودو كدغدغي اوغ فلارتا فلا بركي ورنكا لا تورن او ديدا ورنكا ماركا سا لو تور اسينا لوقدا عربيدا وا جمع سينان وي وا ورنكا افكي سهر فودي سهر سدا او نينكا ماركا او دهرينيو ابد مودين ان ورنكا اسا كديري وانا نعمان بن مدي فقال هو لها خلاص وابد لها شيء بعدين سقى اسكله فكتب اليه يقول عمر بن الخطاب مركه دمبالكي ودياري من عبد الله عمر بن الخطاب دمبالك السعوده
إلى النعمان بن مقر أو كو وجه نعمان بن مقر ها كو قرن أما بعد مركي سلام تكذب سلام عليكم، فإنه قد بلغني أن جموعا من العاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة هون وحي سو قارن أعداد يادي أدوتي ربضان أو نمكي عاجمت أها إن إصابة هيستان أو أي يغو إصابة هيستان إن يكون سوقيا حقا إي مقالة هون. فإذا أتاكم كتابي هذا هدي دنبال كي سو قارو فصر بأمر الله دقاق أمرك إلهي كل دقاق وبعون الله إلهي تاجير ديس وبنصر الله إلهي الكيس بمن معك من المؤمنين من المسلمين أدي أنت كل سعر دقاق ولا تطئهم وعرا فتؤذيهم إذا كان ودنا إيه إلى عليهم هل لد الاستاجن دول جوانا مال أرق أو لب إيه جالسين كرنا إيه إلى عليهم يعني يقول لي حتى إذا كما شهد مرين إيسين هنقطه دول مركة سهلة ولا مريكرة رنتو سانتو اي قبان كرتو لكن مال داك حان له او لغو كفايو يوغ اي دواب تا اي واتان اي فرده ودا اي كترون ترون يان ايغا الالي بيو لكن لقاد يوغي طبعا لنا وحو بحيي امر ملتري اه ان دقال كا سيدا اي تهي فود الله صارو لنك كالانا دردار مكو بحيي اه اينا كاين مركا لا ترو او ان ولا توطئهم وعرا وعر وحا لغو على الارض الصل دول كماشا جوان كا ادو ادق ورنتي اسلمرك انا مالسك اه وقفت انه اما انه كسن بالرحضه اما نوعا ما سانتو سيد الربيع ان يقرا كريم وحيري هذا الكواكب فان رجلا واحدا من المسلمين هل من او مسلمين تكمله احب الي من 100,000 دينار استغن كجعل بقول كن او دينار ان هلا والسلام عليك وسوق قبل مقدمك هب النعمان بجيشه للقاء العدو النعمان بن بشير ولبقوا له إذن كيسي سئوا لكل عدوي وأرسل معه طلائع من فرسانه لتكشف له الطريق وإسكهر مريه رجئ وسهن أه يو مركا كوردون أخبارته وضضة يعني مركا إن طلائع مركا وضضة كم نطلي عدوي يعني نمن يو مركا سهن أه وسهن كان لا يكون فرسان وي ونمن يو مركا فردورية لتكشف له الطريق وضضة مركا إن يسئوا قهدان وعلى الربا رجع مركي وضد الأجادان إني يوجا كارتدي وته إني هاجي كران عيدا كنتي سكالة حاجة ولا أحد مني كل أحد حاجة ما جاء إلى لي حاجة ولا تاجي وإعلامي فلما اقترب الفرسان من هون فرسانتي ودري عيدا كفردوا لي لها مركي كل دواد هون توقفت خيولهم هل كفردوا دي ودقائق قوي هل كفوا هكذا فدفعوها وعسكود إني مركي دقاجيا فلم تندفع فرس كم دقائق فردي هل كسيتاي فنزلوا عن ظهوره فردي بمكة الدقيقة ليعرفوا الخبر سيبقوا قادان محاها كي فردوه ودقاق الأي وفرديه أيوتين إذا كي فردوا ليدا مسلمين تأ سهن أهان الله الدري ومركي يكون بيجين حقا إنها ون كالا أدو دقاج فوجدوا في حوافر الخيل شظايا من الحديد تشبه رؤوس المسامير مركي بارن بروح الأركان بر فرديه أو مركا قوبك إكاقلان برؤ المودين مسامير يعني شظايا من الحديد والبرير يرو تشبه رؤوس المسامير أو مسمار مدح سواك فنظروا في الأرض لول كيف دنا سائن دوم العسلان فإذا العجم قد نثروا في الدروب المؤدية إلى نهون حسك الحديد وحوصب على مركة نمتي عاجين تها الدجال كيكو هين إن لول كوحي كو سيريان أو يساء وفر ليان حسك الحديد برؤ المودين إن قد حائهين أو كلا سيمركا فرضه مركي فردها ماشي مركا اي ام ريان اي لغه مركا وقش كد من فرد فرسك انو دقاق ليعوق الفرسان والمشاة عن الوصول اليه سي هلكا اوغا ويقان فردوليدا اي نغليدا با ان اي مركا غاران هلكي اي كسودين انت وانا تحقيق كنت ان كان لو يتين وبمعنى فرسك وما دقاق ضمن قف مسمار كد اللغه انت مركا مالها كو بوده او دغال لو غلن ما هيستان وتر بروف يعقعد يقعد عد بي سودان عقعد بي سودان حالة مركة يكون نقطة جق ماشي كده دقائق وين أخبر الفرسان النعمان بما رأوا إذن كيف الدولة وحي ورق وكسو ورعليين النعمان وحي وشيقين وحي سوء أركين وطلبوا منه أن يمدهم برأي وحيقولوا ويديستين إنه الرأي مركة كتا غيره فأمرهم بأن يقفوا في أماكنهم النعمان نوحوا آه جنرال رنتي دقال كي يقام ويقول هل كي نحكا دقاقين أن يقفوا في أماكن هل كي إتاقين يعني هكا دقاقين بي وأن يوقد النار في النيران في الليل هم يمكن الدب هرصد بي ليراهم العدو
si halka aad joogtaan cadowga idiin arko, markii dabkiinu baxaya la arko, su cadowga idiin arko. Wa cinda dalika tadaaharuuna bilkhawfi minhu walhaziimati amaamahu liyagruuhu billixaaq. Idan ciidanku marka idin arkaan, markii waxaa usoo baxaya noocan ma inaad baqdeen, inaad jabteen, inaadan dhaqaaqi karin, inaad isdhiibteen, soo ma. Halkaa marka waxay keenaysaa ciidanka marka in si maaragtay bidariiqa ukhra loogu kadiyo oo ismoodaan inaadna jebiyi kadibna marka idin soo hareelaan. Wa izaalat maa zaracahu min xaski alxadiid, kadibna ciidanku markiina khalaas qoladi way jabeen, soo maaha, birahani noo soo fujiya marka wixii meelaha aan ku tuurno. Mar marka taktiga Nicmaan ibn Bashiir oo Nicmaan ibn Muqrin uu tilmaamayo dabka aad kulasanaysaan, aad hurinaysaan, wuxuu siinayaa signal khaldan buu qoladaa siinaya, oo ah dad isdhiibay inaad tihiin oo noocan ma khalaas laga adkaaday. Markaa kadibna waxay keeni doontaa inay taktigood wax ka bedelaan, yidhaahdaan raggii mar hadday jabeen khalaas noo soo ururiya wixii meelaha aan ku tuurno. Wajaazat alxiilatu cala alfuras, fursadii ama taktigii uu tilmaamay Nicmaan runtii waa ay martay, nimankii furs ahaa waa la marsiiyey. Famaa in ra'u tabiicata jeyshi lmuslimiin tamdi munhazimata amaamahum xataa arsaluu cumaalahum, markay arkeen ciidanka muslimiinta kuwooda ugu horreeyey inay iska dhaqaaqeen iyagoo muujiyey jab muujiyey, markii waxay soo direen nimanka shaqaalihii bay soo direen. Fanakasu turuqa min alxasak, markaasaa wadooyinka oo dhan waa la nadiifiyey, waxa alla wixii maaragtay birihii yaal meeshii yiil oo qodxaha ahaabaa laga nadiifiyey. Fakara calayhim lmuslimuun waxtaluu tilka duruub, muslimiinta markii taktiig ahaan soo rogaal celiyey wadadii la nadiifiyey, haddana markaa dib usoo laabtay. Yani taktiiggaas cajaa'ibtiisoo laha, sooma, xoogaa aan u been guurna lahayd aan tusinno in noocanna dad la jibiyey aanna. Markay is yidhaahdaan khalaas dadka kan waa u dhammaatay, wixiinana iska xaraystana taktiiggii dib dambe markaa soo rogaal celiyey. عسكر النعمان بن مقر بجيشه على مشارف النهاون مركبه مركبه وركو قدغي النعمان بن مشير بن مقر عيدن كيسا دولاد كان نهاون هلكاسو دجي وعزم على ان يباغي عدوه بالهجوم وهنا قاتل جوانا ان عيدنك ام عدويس كو كديو وير فقال لجنودي عينك والله لو خيري اني مكبر ثلاثا ان اسدح جاربا الله اكبر له دونا مقلا hadda marka kan waxaa lasoo gaaray caaiqii meesha taagnaa ah wadadiina waa la nadiifiyey. Ciidanku marka waxay heleen masiir ay meelay ku socdaan bay heleen, way dhaqaaqi karaan, saantu ma hakanayso. Waxay soo istaageen meelaha ugu khatarsan oo waa duleedka Nahawad bay istaageen. Ciidanku diyaarsan ba halka marka jooga, marka wuxuu taktiigu marka sida meesha lagu gelya oo tilmaamay wuxuu yihi saddex jeer baan allahu akbar dhihi doono. Faidaa kabartu luulaa, marka ugu horreysa haddaad iga maqashaan allahu akbar inaan iraahdo, falyatahaya man lam yakun tahayya qad tahayya, qofkan diyaar ahayno markaa diyaar garow, digtoonow qaatow. Wa idaa kabartu athaaniya, haddaan allahu akbar iraahdo mar kalena, falyashdud kullu rajulin minkum silaaxahu calaa nafsi, ku salaan dabta igu kaalmaayo oo qof walbaba marka hubkiisa lasoo boodo, nin kastoo idinkan ka mid ah. Falyashdud, ha adkaysto, kullu rajulin minkum silaaxahu calaa nafsi, hubkiisa gacanta ha ku dhigo. فإذا كبرت الثلاثة مرق سدحات هذا الله أكبر يقوم قشان فإني حامل على أعداء الله فاحملوا معي الضوحة نسكو حنباري عيد عدو إلهي والدقال كيبان بالله هجوم كيبان بالله ويرر كي إذن نقرب كي النقضة إلى ويرر سدح هذا مر مرق سدح مر مر كيبا الله أكبر تكوان والدكتونو الله أكبر تلبادنا مرك وهبكي ومركيبا مركي اللقاضري الله أكبر تسدحات مرك ويرك اللقاضري. كبر النعمان بن مقر تكبيراته ثلاث سدح الجرب الله اكبر به واندفع في صفوف العدو كانه الليث عاديا مركز اسكو دح جباحي اذا كعدو سفف كود وحبد مودابا لباح وير قليل الليث ومقع لباح الليث الاسد وتدفق وراءه جنود المسلمين تدفق السيل وحقلال ساوسو هوبتي عينك المسلمين تاد مودد معركة داد بيا دادا ومركا سأوصو فتاهي ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس لبضك كوحود نوحا دح مريب دقال قران قرتي ذو آدي ذو ريبتو آدي ذو آدك قل ما شهد تاريخ الحروب لها نظيرة أو أيرتهي انت دقال وسوجري من لبين العقيد فتمزق جيش الفرس سر ممزق شر ممزق إذن كي فرس إبريشيان كا أياكالا جرمك ويكالا داتين
وملأت قتلاه السهل والجبل ذلك اللي قال لها وحي بوحيان بوريا دول بوي بوحيان وسال الدماء في الممرات والدروب دي جودن وحا وكل داتي معركة مرينا ذا الله مرة يودوينكو نمبو قبصدي تامر كما حي كانت مركة دي جمكو مالكس وكال جارب ونمك الله شفي او ابر لقد دي باب على لقد دي لما بقول يكون تنكونغ على قد حب حي تاكتيك يعني الى سبحانه وتعالى وقدره وعاب عليه فزلق جواد النعمان من المقرد بالدماء فصرع فرس كي اوتي هجاميها مسلمين تاع النعمان ايا وحو كسم بالرحضي ديجا جاميشا كوداتي كدي من هكا سمركا كنا فواي واصيب النعمان نفسه اصابه قاتل هل كان وحا كي مت نبر رنتي دلاء فاخذ اخوه اللواء من يده وسجاه ببرده كانت معه ولالك مركه وحك قال علنك وحك قال مرء وتنه وكد ضبول سجاه وكد ضبولو وكتم امر مصرعه عن المسلمين انه هلك كشهيدان وكقل المسلمين تو ذكر لان دغال كوساس على الكل الاسلاح قال وحديد هدي له والد له جاني ولالك والد له انه هنجب وكوي ما عينك انت ذكر كدنا مركه نول بابا ومركه قائد كان هدي اللي قاعد خلاص هو اللي قدلوه لكن سي عجائب له روح سميه على كان وكقاضي مرأ وتن كرفم وكقدي هل كاس وكقدي من الشيء إن مركا النعمان وديليون ولما تم النصر الكبير الذي سماه المسلمون فتح الفتوح مركي جوشا وين لبتا وين لسوه هي المسلمين يكون مجعابين فرشدي انت فرشد عيستي وينيد مجعاسا لسي فتح جمال كان عاد سأل الجنود المنتصرون عن قائدهم الباسل النعمان المقرن إذن كي مركا لبت سوه يباوحي سويديا هجاميه دي مواقصدها ها النعمان هكو كدن بيا فرافع أخوه البردة عنه مركا ساء ولالكي مرضي وضوش كسار كفنته وكقدي وكقاضب وقال له هذا أميركم فكان أميركين قد أقر الله عينه بالفتح إلى هاي وهو عنده سكو قبوجي فرشدا يقوشا ما انت لسوه وختم له بالشهادة هل كان إله في أوقة تمئنه شهادة دي مكة أوهلا هل كان هيد أن ما نون مقرن مقرن ما نقولها لا إله إلا الله إلا أكد أنت نرشي سوحة جهادا ونضال وكفاح هي النبي صلى الله عليه وسلم قرب إستاغه وكان إسلام كمعاركته فربضان قلي وكان قوشة رنتي تنقوس الرئيسي أهنا إليه سبحانه وتعالى وقعنتي سكسه هي رحمة الله عليه ورضي الله عنه أرضاه إلى هنا وبالله التوفيق.